يعتبر مركز البحوث والدراسات في القيادة العامة لشرطة الشارقة أداة مهمة، كونه يدعم اتخاذ القرارات من خلال ما يحال إليه من قضايا يقوم برصدها ودراستها لوضع مقترحات وحلول. التفاصيل في التقرير التالي. دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن، عنوان دراسة أمنية توصلت إلى وجود 12 اختراقاً، وهو آخر إصدار لمركز البحوث والدراسات التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة. فالمركز معني برصد ودراسة المشكلة وفق منهجية محددة. نحن في المركز لا ندعم اتخاذ القرار فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستوى الاتحادي، فندعم اتخاذ القرار على مستوى القيادة، على مستوى وزارة الداخلية، على مستوى وزارات الدولة، على مستوى الدوائر المحلية، حتى رفعنا دراسة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. فكل مشكلة تحال إلى المركز نقوم نحن بدراستها ونصدر فيها مجموعة من التوصيات تحتوي مجموعة من البدائل إلى متخذ القرار تساعده على اختيار البديل الأمثل. آخر جهة طلبت منا دراسات كان المجلس الاستشاري، والحمد لله وفقنا خلصنا لهم 4 دراسات ووحدناها إلى رئيسة المجلس. الشارقة لاستشراف المستقبل 2030، المشروع الأهم والحاصل على الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد، عمل عليه المركز لمدة 15 شهراً ضمن فريق عمل ضم 149 خبيراً ومختص بستة مجالات هامة. هذا المشروع نتج عنه أن حددنا 331 موجه مستقبلي و359 محرك مستقبلي و1077 تداعي، وفي النهاية رسمنا 4 سيناريوهات أمنية لقطاع الشرطة هنا في إمارة الشارقة. ترى هو مشروع استشراف المستقبل، فهو العمل بيكون مستقبلي على مدار 15 سنة بواقع، يعني سنوياً المفروض تطلع مشاريع مستقبلية سواء من الشرطة أو من الدوائر في الإمارة. فعلى سبيل المثال نحن في شرطة الشارقة اعتمدنا 47 مشروع، سعادة القائد العام لشرطة الشارقة اعتمد 47 مشروع مستقبلي في خلال 15 سنة القادمة إن شاء الله. يضم مركز البحوث قسمين، الأول معني بالبحث العلمي والآخر بالتعاون العلمي، إضافة إلى وحدة الترجمة ووحدة استطلاع الرأي، والتي قدمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 1180 استطلاعاً للرأي وتحليله. ما يقارب 205 إصدار حالياً وصلنا، وهذه الإصدارات خاصة بالقيادة العامة للشرطة الشارقة من أول ما أنشأ مركز بحوث الشرطة. وفي نفس الوقت المركز معني بدورية الفكر الشرطي اللي هي من أهم دوريات الشرطية على مستوى الوطن العربي، هي الدورية الوحيدة اللي على مستوى الوطن العربي عندها شات الأيزو. وانطلاقا من مكان مركز البحوث والدراسات بالمدينة الجامعية وفي إطار تفعيل الشراكات، تم التنسيق بين المركز وجامعة الشارقة بالإشراف على الأبحاث الخاصة والمشاريع الخاصة بالطلبة في الدراسات العليا، بحيث يتمازج بين الميداني الشرطي الأمني والجانب النظري الأكاديمي.